أيام من القتال العنيف بلغت نهايتها المجيدة، تحرير كامل لميمنة نهم وسيطرة نارية على ما تبقى من مواقع في ميسرتها، وصنعاء باتت على مرمى حجر. إنها خلاصة أيام صعبة من المعارك مع الميليشيا على مشارف تحرير صنعاء، كانت أكثر مسارحها عنفا وشراسة في المواجهة منطقة الضبوعة، آخر معقل للإنقلابيين في نهم، وخاتمة المواجهات ومعركة البدايات في مديرية أرحب. الأبطال مستعدون في كل جبهة وفي كل مكان، الحمد لله معنوية عالية، وإن شاء الله تبارك وتعالى من نصر إلى نصر. هذه المنطقة المهمة باتت اليوم تحت سيطرة الجيش بشكل كامل، إنجاز عسكري كبير قدم هؤلاء المقاتلون تضحيات غالية لتحقيقه، وتعاملوا مع بيئة جغرافية صعبة حتى نجحوا أخيرا في دحر مقاتلي الميليشيا من كهوف ومغارات هذه المنطقة إلى غير رجعة. السيطرة تمت عقب هجومين مزدوجين نفذه اللواءان 141 و310 بغطاء جوي من طيران التحالف العربي. هكذا خاض هؤلاء المقاتلون المعركة، إقدام وشجاعة وإصرار على النصر، يقطعون هذه المسافات سيرا على الأقدام وفي ظروف محفوفة بالمخاطر، يتقدمهم قادة يملأهم الأمل بإنجاز هذا الهدف. مصادر الجيش أكدت أن المواجهات باتت الآن تدور على مشارف منطقة سشلة التابعة لمديرية أرحب، على مسافة عدة كيلومترات من أهم المنشآت الحيوية والعسكرية للعاصمة صنعاء، ومنها القاعدة الجوية والمطار ومعسكرات الصمع وبيت دهرة. يقول قادة في الجيش مرابطون على ميمنة جبل المنارة إن الظروف مهيئة لإنجاز ما تبقى من مهمة تحرير ميسرة نهم، وبالتحديد مركز المديرية المديد، ونقيل بن غيلان وصولا إلى مديرية بني حشيش ومن ثم إلى صنعاء، ولكن القوات تنتظر الأوامر للبدء في تنفيذ هذا الهجوم. الرجال جاهزة والسلاح جاهز، ما علينا إلا أن ننطلق، فنناشد قيادتنا أنه لا تأخرنا. أمل هذا القائد العسكري تدعمه الإنجازات الاستثنائية التي حققها الجيش في جبهة نهم ويحققها في أكثر من جبهة من أجل دحر الميليشيا وإنهاء الانقلاب.